السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله طلبتوا مني اللوبيا، هعملها لكم جميلة جدا وبطريقة سهلة وسريعة. أول حاجة هنعمل إيه؟ اتغسلت كويس، اتنقت الأول وبعد كده اتغسلت كويس عشان بيبقى فيها طينة. بص المية بتاعتها صافية إزاي. هنحطها على النار لمدة ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة. تسوية اللوبيا أقل من تسوية الفاصوليا. اللوبيا ما بتقعدش، وما تخليهاش تقعد كتير عشان ما تتهريش معاكي. تطلعي الواحدة متماسكة كده، وبقية التسوية هتبقى في الطبيخ إن شاء الله. ماشي. بتحطي نصها مية عشان تغلي براحتها، ما تبقاش المية محدودة عليها. ماشي. وعلى النار الوسط، بس النار تكون عالية بنفس الطريقة كده، ولا منقوعة ولا اي حاجة، بدون نقع. اهي هنسلقها من ربع ساعة، هتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة. استوت الربع ساعة خلاص، لسه فاضل لها سنة، يبقى هسيبها تلت ساعة بس. اهم حاجة ما تتهريش معاكي. يبقى اللوبي هنعملها النهاردة بدون نقع خالص. هنحطها مدة التسوية من ربع ساعة لتلت ساعة، تستوي ونرجع نكمل الخطوات مع بعض. ما شاء الله سلقت اهي، خدت 10 دقايق. سبت لها بس تك عشان خاطر اما الصلصة تتسبك هتقعد فيها كمان 10 دقايق عشان ما تتهريش معايا. ماشي. معايا معلقة سمنة كبيرة كده، ومعايا بصلاية وسط. تنزلي على طول والسمنة سخنة كده عشان ريحة البصلة ما تغيرش معاكي، ويبقى ريحتها حلوة، وكمان عشان تبقى احلى هتديها رشة فلفل اسود كده. وتبتدي تقلبي في البصلة لحد ما تدبل معانا وتخش على يعني سنة من اللون الذهبي. ننزل عليها فصين ثوم، الثوم بيديها طعم جميل جدا، ما بتاخدش في ايدينا وقت. يعني مدة تحمير البصلة من 7 دقايق ل10 دقايق. بصوا داخلها على اللون الذهبي بالظبط. هنزل بفصين توم كده، وهكمل تقليب فيها لحد ما تديني اللون الذهبي. هنحط لها قد ايه طماطم بقى؟ من كيلو الا ربع الكيلو. يعني عايزه تضيفي كيلو الا ربع، ضيفي كيلو، ضيفي. هتقللي لون الصلصة، مش هيبقى غامق معاكي، وهتبقى قليلة خالص على الربع كيلو لوبيا. المقدار اللي معانا ربع كيلو لوبيا، عليه قد ايه؟ عليه كيلو الا ربع من الطماطم، كيلو الا ربع من الطماطم او كيلو. اهي خلاص قربت اهي، وننزل عليها بالطماطم. انزل عليها بكيلو من الطماطم كده، بصوا التوابل بقى: مكعب مرقة دجاج، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقتين من الشاي، كل ده معالق الشاي، ومعلقتين من الشاي بردك، معلقتين ملح. هي دي التوابل بتاعة اللوبيا. هقلب كده واسيبها بقى لما تتسبك خالص. انزل عليها باللوبيا بعد ما تتسبك، عشان بعد التسبيك هتقعد 10 دقايق وهنطفي عليها. بصي اتسبكت ازاي، خدت ربع ساعه تسبيكه. وهنزل باللوبيا كده، هنزل عليها بكوبايه شوربه كده، ولو لقيتها محتاجه تاني هديها كوبايه تاني. يعني تاخد معاكي كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه. ماشي. هديها كوبايه تاني شوربه، واسيبها بقى ال10 دقايق. احنا حاطين التوابل بتاعتها وكل حاجة، تقعد ال10 دقايق ونرجع نقدمها سوا. بصوا خلصت اهي، خدت ال10 دقايق. بصي ما شاء الله، بصي حباية اللوبيا كاملة ازاي، بصي مش مهرية ولا حاجة، عشان حطيناها على النار زي ما اتفقنا ال10 دقايق وال5 دقايق اللي باقيين. يعني هي هتاخد ربع ساعة منك لو انت هتسلقيها، ومش هتأخريها
في التسبيكة. كده اللوبيا خلصت معانا زي ما اتفقنا، خدت 10 دقايق سليق وخدت 10 دقايق في الصلصة، ما خدتش في ايدينا وقت. وبصي ما شاء الله كاملة، هي مش مهرية، امشي على المقادير والخطوات بالمظبوط هتعملي اجمل لوبيا. اللوبيا المطبوخة او اللوبيا معين سودا، في ناس بتسميها اللوبيا معين سودا. اللوبيا خلصت معانا، جربيها على نفس الطريقة هتعجبك جدا. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.